إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في الدبات المباشر من مدينة الدار البيضاء وسد أمني بمنطقة عين سبا، حملة أمنية ضد المشبوهين وضد المبحوث عنهم وأيضا أصحاب دراجات نارية اللي ما كيتوفروش على وثائق قانونية. في هذه اللحظات رجال الأمن كيقوموا بتفتيش وتوقيف كل من يشكون في أمره، وأي دراجة نارية ما عندهاش الوثائق ديالها القانونية كيتم حملها ونقلها للمستودع ديال الدراجات النارية وديال السيارات. اذا من الاحسن ان الانسان يخرج يعني قانوني، الوريقات ديالو كلهم يكونوا قانونيين، لاسيغونس ديالك، الضريبات ديالك، الكارت فيز ديالك، اي حاجه تكون قانونيه باش حتى لو وقفني رجل الامن نمتثل ونوقف ليه ونعطي الوثائق ديالي القانونيه باش ما يكون حتى شي مشكل. مرحبا. إذا هاد الحملات الأمنية اللي كيقوموا بها رجال الأمن أكيد كيكون عندها واحد الفضل كبير في إيقاف المشبوهين وإيقاف المبحوث عنهم وإيقاف أي واحد كيشكل خطر على المواطنين وعلى الشارع العام. شكرا لرجال الأمن على المجهودات اللي كيقوموا بها في إطار مكافحة الجريمة شتى انواعها. هذا محمد الوزاني، هذا كيجريسي وجوي مواطن باسم القانون، هذه افكار كيفكروها الناس اللي بحالك، حيت كل ما كاينينش هاد الناس هادو، كل ما كاينينش اكيد ما غاديش يكون الامن والامان. الناس اللي كيكونوا كيديروا اغلاط بزاف والناس اللي ما كيكونوا ماشي قانونيين هما اللي كيخافوا من بحال هاد البراجات وتيقولوا بان رجال الامن كيجريسي وجوي مواطنين باسم القانون. الناس مخالفين كيوقفوا، راه اللي مخالف وعنده غرامه ماليه راه كيأدي غرامه ماليه، واللي ما عندوش الوثائق كامله راه كيديو ليه الموتور ديالو المحجز ولا السيارات ديالو، واللي مبحوث عنه بطبيعه الحال اللي طالعين هو راه ما عندوش لاسيغونس، ما كيتوفروش على التامين. وتخيل دابا انت غادي، تخيل دابا انت غادي في الطريق وضربك شي واحد ما عندوش لاسيغونس، لا انت لا هو. شكرا للامن الوطني، شكرا لرجال الدرك الملكي، لاي واحد القوات المساعده، اي واحد كيخدم هذا الوطن بصدق وامان. بحال الصباح الحمد لله، يعني لولا التدخل ديال رجال الامن جوج ديال الشفاره على متن دراجه ناريه سرقوا لواحد زيد الصاك ديالها هرب، دار واحد حادثه سير مميته اللي حضروا ليها رجال الامن على الفور وتم نقل احدهم من المستعجلات والاخر راه باقي في حاله فرار. يعني الحمد لله، يعني كل ما كانوش رجال الامن راه كانت غتكون فضيحه وكانت غتكون سيبه. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي غنشكركم ونقول لكم الى اللقاء في بث اخر باذن الله.